ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قوا أنفسكم وأهليكم، يعني اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية، يعني خلوا بينكم وبين النار دي حاجز يحجزكم منها. وهذه النار وقودها الناس والحجارة، كلما ألقيت فيها الحجارة وكلما ألقي فيها النار ازدادت اشتعالا، قدر ما يرموا فيها حجارة وقدر ما يرموا فيها ناس النار دي بتزيد اشتعالا. والمقصود بالناس والحجارة، بعض العلماء قال هي حجارة تزيد في اشتعال النار، وبعضهم قال الحجارة هنا المقصود بها الأصنام، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم البشر وما تعبدون من دون الله الأصنام حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال لك: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، على هذه النار ملائكة غلاظ شداد، غلاظ أي ليس في قلوبهم رحمة لأعداء الله تعالى، شداد أي أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنار ده جماعة عظيمة، في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، الناس واقفة صفوف والجن صفوف والملائكة تحيط بالناس بالمشهد، والموقف عظيم. قال لك: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، زمام السلسل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال لك عليها، أيوة شوف الملائكة ذل وزمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هو الملك قدر كيف؟ الملك ده مخلوق عظيم. عشان كذا في سنن أبي داود وهو في مستدرك الإمام الحاكم صحاه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك الألباني عليهم رحمة الله جميعا، من رواية محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، ملك واحد بس دار يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام، دار يدي عنه وصف. قال: أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. قال لك تركب حصان، بز الملك الواحد قال لك من حملة العرش بز من أضانه لكتفه تركب حصان تجر 700 سنة، ما استصل المسافة دي، ده مش مخلوق عظيم؟ فما بالك ده كم ملك من الملائكة. وقال لك الملائكة اللي بتجي تسوق جهنم دي، معناها جهنم دي حاجة كبيرة،
رب العزة والجلال قال ترمي بشرر كالقصر، وقال عن الشراب في جهنم قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وقال إن شجرة الزقوم ده الأكل بتاعه طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم تمترون، إن هذا ما كنتم به تمترون. لذلك يا جماعة النار دي أمر عظيم، الزول بخشة وهو أعمى، زول بيشيلوا الملائكة بيخطوا فوق الأغلال ويسلكوا فيه هذه الأغلال وهذه السلاسل في فمه إلى دبره أو من دبره إلى فمه من بطنه، ويجمعوا بين رجليه وبين راسه ويدعوا في النار، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وقال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ويرموا عمى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ورب العزة والجلال قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ده ألم شديد يا جماعة وتعب وسنين عددا، ما سمعت الإمام قرأ لابثين فيها أحقابا، الأحقاب جمع حقبة، والحقبة بضع وثمانون سنة، يعني الحقبة الواحدة كم وثمانين سنة، هذا زول العمر كم وثمانين، مش بيقولوا كبير في السن، وقال لك الحقبة الواحدة كم وثمانين، وهم قال لك لابثين فيها أحقابا، وفي ناس كمان بيخلدوا فيها ما بيمرقوا، وقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويصرخوا جوا ويكوركوا وتعب وألم وعذاب، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وباختصار شديد اللي بيدخل الناس النار الكفر والمعاصي، شفت الكفر والمعاصي والبدع والشر. طيب نحن دارين ننجو من النار، الزول دار ينجو من النار دي ما يدخلها، ويدخله الله في رحمته ويكون من الفائزين، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كان زحوك من النار والله دخلك الجنة سبحانه وتعالى انت فايز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الزول الدار ينجو من النار يا جماعة باختصار شديد يعمل أربع أشياء، أشياء كثيرة لكن ملخصة أربع أشياء. الشيء الأول يكثر من الدعاء، دار تنجو من النار بالليل والنهار تدعو الله تعالى ينجيك، وفي السجود تدعو الله سبحانه وتعالى، تثني على الله تحمد الله وتثني عليه، بعد ذاك وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعو الله أن ينجيك من النار وأن يدخلك الجنة وأن يتجاوز عنك، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم الدعاء.
عشان كده رب العزة والجلال قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكر صفات. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الآيات. تدعو تجتهد بالطاع. في نهاية الآيات قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما إلى آخر الآيات. تحية وسلاما. إنت تكثر من الدعاء. عشان كذا في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم أدخلني الجنة ثلاثا يعني اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن قال اللهم أجرني من النار ثلاثا اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار قالت النار اللهم أجره من النار. فإنت تدعو الله سبحانه وتعالى. دي المسألة الأولى جاء. والزل من الدعاء المعروف في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المسألة الثانية أو الشيء الثاني التوبة النصوح. زول الدار ينجو من النار أي واحد فينا عنده ذنوب يقعد يحاسب نفسه ويندم ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عشان ينجو من النار. لأن الله تعالى قال بعد أن ذكر مجموعة من الأنبياء قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا في تفسير ابن كثير قال غيا قال ابن عباس رضي الله عنهما خسرانا وقال ابن مسعود رضي الله عنه غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم بعيد القعر خبيث الطعم. قال فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لذلك انت يا جماعة لو دار أي واحد فينا دار ينجو من النار يتوب إلى الله سبحانه وتعالى تتوب وتندم تستغفر وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة والشيء الثالث حسن المعتقد. الزول الدار ينجو من النار يلاقي الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة والتوحيد ويبتعد من الشرك. رب العزة والجلال قال في آخر آية سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه دار تلاقي الله بالنجيضة أيوة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنهما عنه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ورب العزة والجلال قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره من رواية جابر رضي الله عنه
قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسول عليه الصلاة والسلام، جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ هل بيوجب دخول الجنة شنو؟ برحمة الله سبب شنو؟ والبيوجب دخول النار شنو؟ بعدل الله وحكمته وقضائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فتلاقي الله جماعة على التوحيد عقيدة صحيحة، الله بيرحمك بينجيك من النار. في صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان، من رواية عتبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رجل ولا امرأة من جوه قلبه قال لا إله إلا الله، ده الله بحرمه على النار، يحرمه الله على النار. ولا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله تعالى، لا معبود بحق في الوجود كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. وده يا جماعة مسألة مهمة جدا، ورب العزة والجلال نبه لها الأنبياء والرسل. قال لإبراهيم عليه السلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به، وقال للأنبياء كلهم حتى للرسول عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك زي زول يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، الغيب ده بيعلم الله سبحانه وتعالى. لما نقول غير الله بيعلم الغيب وتروح منه شيء، امش لفلان يقول له شوف ليه الرايحة دي وين، وانت بتشوف البعيد وانت كذا وبتشوف اشياء الناس ما بشوفوها، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة راح منها ذهب، تمشي لزول تقول لي انت ما شاء الله زول بلغت من الصلاح والولاية والمكان عند الله، بتعرف الرايحة وين؟ ده المرأة زي دي إذا اعتقدت إنه الزول لا بعرف الرايحة وين وبجيبها، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. ومش لفلانة يقول لا انت والداعية كدار مليل ودع ده شوف لي وين، ده كفر بالله. شوف لي الشي الفلاني وين، وأنا بحصل لي شنو، وبكرة بتزوج منه. رب العزة والجلال يا جماعة قال في القرآن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ورب العزة والجلال قال في القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. مش كلام واضح؟ قال لك ما في نفس من الخلق بتعرف بكرة بيحصل لها شنو، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. راح منك شيء تسأل الله سبحانه وتعالى يرجع لك، زي يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تمشي تفتح بلاغ البشر بتفتيشنا العادي ده، لكن قصتين من آخر الدنيا يشوف ويعرف كذا وكذا ويتعامل بالجن والشياطين ويقول ده خدم وده خدام بيعرفوا ليه الرايحة وكذا، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يمشي للسحرة والدجالين، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. أو يدعو غير الله، سمعنا الإمام يقرأ قول الله تعالى ودي في كل رقعة أنت بتقرأ
إياك نعبد وإياك شنو نستعين. وده عهد عظيم بين العبد وربه سبحانه وتعالى. الرجل في الصلاة ولا المرأة في الصلاة، لما الواحد يقول إياك نعبد ده خاطب الله سبحانه وتعالى، إياك يا الله سبحانه وتعالى أنت نعبد وإياك نستعين، ما بنعبد إلا أنت وما بنستعين إلا بك أنت. فمجرد ما مرق برا المسجد عتر ما يقول يا فلان أنت ما قلت لي بستعين بك في الصلاة، أنت عترت دار تقع طوالي تستعين بالله يا رب نجيني، عربية دار تنقلب تسأل الله سبحانه وتعالى، دار جنى تسأل الله سبحانه وتعالى، جاءت قربة تسأل الله سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فجاءت كربة تلجأ إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إياك تنادي مخلوق زيك يا فلان ويا علان، ولو بلغ من الصلاح ما بلغ يا جماعة، لأن الله تعالى قال من عمل صالحا فلنفسه، ذو الصالح ده لنفسه، ومن أساء فعليها بس. والله سبحانه وتعالى ما دايرك تجيب بوسائط من الخلق، ما تقول له يا الله عشان فلان أرحمني، لا لا دي ما برضاه، ولا يا فلان عشان مكانتك عند الله شوف لي أنا، لا لا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو دعاني، يعني دعاني أنا مش دعا عبدي، إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عشان تكون راشد تسأل الله وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتوجه إلى غيره. وهكذا لا تعتقد أن غير الله يملك النفع والضر. زولا جماعة يلدوا له طفل، الله رزقه طفل أداه جنى، اشكر الله على النعمة دي، زي ما قال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. مش الله يدي الجنى طوال يربط فيه الكمون ويربط فيه الحجاب ويربط فيه التمايم ويقول دي بتحفظه من العين، وده بيحفظ الحجاب ده بيحفظه من العقرب، وده بيحفظه من الطلق، وده حجاب بتاع حديد، والكمون ده بيحفظه من العين، وده حراسات، ما بجوز في الشريعة، ده شرك بالله يا جماعة. في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. سموها تميمة، قال بعض أهل العلم كما في القول المفيد لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين، شكي سموها تميمة، ما بجوز تعلق لك شيء. رسول عليه الصلاة والسلام نزل أنزل الله عليه القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله سبحانه وتعالى نزل على القرآن، ما قطع القرآن سوى حجبات، ولا قطع سوى زخرف في البيوت، ولا خدت القرآن في الدابة، ما خدته في الناقة ولا في الحصان، ولا زي ما بخدته الآن في العربات، ولا كتبوا في ألواح وحتى شربوها من حيات، ما عمل كده، ولا كتبوا في أوراق ويتبخروا بها، ما عمل كده. تقرأ القرآن
على المريض، أو تقرأ القرآن وتنفث في موية، أنت تنفث في موية وتشربها، لكن تكتبها في سكن حتة، ده فيه مرض وفيه ضرر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فجماعة المسائل دي كلها الناس تضبطها، والإنسان ما يحلف إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول وحات جناي، وحات الزاد، وحات فلان، وحات علان، ما بجوز حليفة دي بالله بس. لأنه في لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك، ما تقول وحات النبي ولا وحات الرسول عليه الصلاة والسلام، عظيم عندنا لكن ما تحلف فيه، ولا تقول عليك النبي وعليك الرسول، عند النسوان كثير، ما بجوز، حرام في الشريعة. إنسان يحلف بالله وحده لا شريكا، ويكون على التوحيد والعقيدة الصحيحة، تحسن الظن بالله، تدعو الله، تتوجه إلى الله، ما تذبح لغير الله، ما تنذر لغير الله سبحانه وتعالى، وهكذا هذه الأمور. بعرف حصل كذا بنذر لك الشيء الفلاني وبجيب لك الشيء الفلاني، وزول ميت يمشي قبره ارمي قروش، والميت دار قروش يا جماعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وطوف في قبره، ورب العزة والجلال قال وليطوفوا بالبيت، شنو العتيق هناك الكعبة، الطوف في الكعبة بس. وذا كله يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الناس تتوجه إلى الله وتلجأ إلى الله وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الله بيتجاوز عنا وبيرحمنا، هذا ظننا في الله جل وعلا. المسألة الرابعة والأخيرة ونختم بها: الزول الدار ينجو من النار، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تابع النبي صلى الله عليه وسلم بتنجو، لأنه لو خالفت مشكلة. رب العزة والجلال توعد من خالف رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ورب العزة والجلال قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. زول يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام قال الشيء الفلاني، يقوم يخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله تعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شكي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أنت في الصلاة في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي. في الحج خذوا عني مناسككم، في كل عبادة دار تذكر الله سبحانه وتعالى تذكر زي ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تقول الأذكار دي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كلها أذكار واردة. تكثر من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تلقى الله بها،
دار تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي مسلم. كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والسلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ عرفنا السلام، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. دي رواية. في رواية ثانية: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الرواية دي في البخاري: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية أخرى: في العالمين إنك حميد مجيد، وفي رواية: اللهم بارك على محمد، إلى آخره. يا جماعة روايات كثيرة. فإنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بما ورد عنه وهكذا وتتبعه، وما تضيع زمنك في جماعات وطوائف وأحزاب، بتلاقي الله براك. وأنا أختم بالمسألة دي: خليك حر، ما تبقى مع أي جماعة ولا أي حزب. الآن نحن بنصلي في المساجد يا جماعة، الناس طوائف، دل ثلاثة ختمية وأربعة أنصار سنة واثنين تكفيريين وأربعة وثلاثة دواعش وخمسة حزب أمة وثلاثة تجارية وأربعة قادرية وستة سمانية واثنين ما بعرف مؤتمر شعبي. هل ده الدين؟ ولا الدين الزول يكون على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كلهم خليهم لتا في قبرك بيسألوك: من ربك؟ الله. الجواب الله عشان تنجو. ما دينك؟ الجواب شنو؟ الإسلام. ما بزول بيسألوه ما دينك بيقول أنا قادري ولا سماني ولا تجاني ولا أنصار سنة، ما بحلك، والله ما بحلك. بحلك ما دينك؟ الإسلام. تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتكون على الإسلام، إلى آخر الأسئلة التي في القبر. شكي رب العزة والجلال قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تمشي لأ الله براك سبحانه وتعالى، وما تخش في أحزاب وطوائف وجماعات وتبايع ديل وأنا مع ديل، لا لا لا، خليك مع عامة المسلمين وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. بهذا تكون النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يعفو عنا ويتغمدنا برحمته، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.